السلام عليكم ورحمة الله. كيف احنا اليوم بدنا نحجز هوستنج ودومين نيم من خلال موقع النيمشيب، وهو من افضل المواقع واقلها في التكلفة. تعالوا نحجز من خلال هذا الموقع. حنروح على الهوستنج، في الشيرد هوستنج اسعارها اقل بتكون من ولود بس هوستنج. لو احنا على الشيرد هوستنج بنلاقي عنده مجموعة من العروض، طبعا هذه الاسعار بشكل شهري وهذه الاسعار بشكل سنوي وهذا كل سنتين. لو احنا حجزنا على الاقل سنة نحجز على الاقل، لو اخذنا كمبتدئين في المجال خطة استيلا، احنا ممكن ناخذ ابسط خطة في الموضوع خطة استيلا. لاحظوا انه هو تقريبا 1.5 دولار، فممكن احنا ناخده بشكل سنوي طبعا every month. تعال نحجزها احنا لمدة سنة. ايش ميزتها؟ 20 جيجا SSD، 3 websites، يعني ممكن انا عليها اشغل 3 مواقع على نفس الهوستينج. يعني انا 3 اسماء ل3 مواقع ممكن يتم استضافتها على نفس هذا الهوستينج، وممكن يعطيني هذا الدومين نيم. لكن هذا الدومين نيم لاحظوا انه هو انيوال كأوفر جاي معاه، وان دومين نيم فقط كأوفر. ممكن احنا نشوف باقي الخطط، وكل ما كانت الخطة اغلى طبعا فيها بتكون مزايا اضافية اكتر، ممكن تطلعوا على هذه الخطط. لكن احنا خلينا نحجز على الخطة الأولى، نقول له get started 1 year. لاحظوا هنا بيحكي لي new domain name. احنا نريد ان نحجز domain name مع الهوستنج، بدنا نحجز domain name، يعني احنا بدنا نحجز مساحة زائد الدومين نيم. فبالتالي احنا هنقول له new domain name new purchase، ما في عنا شيء ضفناه. لاحظوا اللي هان ايش بيقول لي بالضبط، هوستنج كاستمايزيشن، هذه الخطة اللي احنا حكينا عنها استيلا في السنة 18.44. احنا حكينا احجزها في السنة، والعرض اللي كان من شوية كان سنة زي ما شفنا، فبالتالي ممكن نحجزها لسنة ونعمل إضافة للكات. لكن قبل الإضافة في يوجد قليل من البيانات والمعلومات، نريد أن نتأكد من هالدومين نيم. الأوفر 1 دومين نيم احنا حجزنا، لقيت المساحة 18.44 حنحجزها الآن، زائد معاها أوفر لدومين نيم. ايش هو الدومين نيم اللي احنا بدنا اياه؟ ببحث عن الدومين نيم اللي هنا اللي بلزمني، يعني مثلا هل هذا الدومين موجود ولا لا. بيبحث الان عن الافيليبيليتي لهذا الدومين. لاحظوا انه هذا بيقول لي تيكن، يعني تم حجزه، فبالتالي لازم اغير هنا الدومين نيم. ممكن اقول له مثلا /www. بيبحث الان عن اذا كان الدومين افيليبل. لاحظ انه هنا بيقول لي اوكي .com رينيوز على 8.88 دولار افيلابل. حنحجز الان احنا الهوستنج المساحة، والان بنحجز هنا من خلال هادومين نيم، يعني حيضيف الان المبلغ الدومين نيم مع الهوستنج كونكت هوستنج. هذا الدومين نيم وهذا السعر 1 year طبعا. لاحظوا ضاف المبلغين مع بعض،
27.50 اللي هو 9.6 للدومين نيم و 18.44 كهوستنج. جمع لي اياهم مع ايتم الان حنشوفه طلع المبلغ 27.5. الان مباشرة ممكن اروح اد تو كات، بدي اروح للدفع الان، بدي ادفع ثمن الدومين نيم والهوستنج. بيقول لي الدومين ريجستريشن لون يير، انا بدي احجز لون يير، بفضل اعملها انا اوتو رينيو يجدد بشكل تلقائي هذا الدومين نيم. بلاش انا انسى ان اجدد الدومين نيم، افتحش الايميل الاقي فقدت الدومين نيم، فالافضل الدومين ريجستريشن يكون اوتو رينيو. بكون انا اشتغلت على الدومين نيم، واذا فقدت الدومين نيم مشكلة، وممكن ما اقدرش اعمل له رينيو، يكون حد اخذ الدومين نيم حجزه قبلي. privacy and uptime protection، privacy protection service، نوع من السكيورتي هان بنلاحظ. اوكي premium DNS، احنا مش حنضيف اي اضافات تانية. في عنا هان 1 year، والدومين global/www.com. لاحظوا انه special offer، لو بدي اجدده بعد هيك حجدده ب 33.88، لكن هنا في عنا offer طبعا لمرة واحدة. بعد هيك حننزل تحت بنلاحظ مجموعة من الاضافات، SSL site security، طبعا SSL حتى يكون موقع سكيور. ممكن نشتري شهادة ال SSL، لكن بتكون مع الأوفر هنا مجانا في المرة الأولى. ممكن هنا هوستنج للوردبريس، ممكن اشتري هذه الخدمة. احنا مش حنضيف اي اضافات طبعا. حنعمل الان كونفيرم للاوردر. المجموع عندي 27.5. البرومو كود احيانا البعض بيكون عامل عرض في نهاية السنة مثلا في المواسم كأوفرز، فبيبقى في كود للبرومو كود، لو حطينا البرومو كود بيخفض السعر ايضا. ما في عنا برومو كود، حنعمل كونفيرم احنا الان البرودكت. الان بيطلب مني ان اعمل يوزر نيم وباسورد، ما في الي اكاونت انا الي على النيم شيب. لو كان في الي اكاونت مباشرة انا بحط اليوزر نيم والباسورد هنا، لكن ما في عندي اكاونت، فبالتالي بدي اعمل انشاء الحساب على النيم شيب. اختار اليوزر نيم الك بالنسبة لهذا الموضوع، انا حختاره مثلا الباسورد، نختار باسورد ونعيد كتابة الباسورد مرة تانية. ايش الاسم الاول، ايش الاسم الثاني، الايميل ادرس، تمام. ضوي نتذكر اليوزر نيم والباسورد، هذه المعلومات حتى تلزمني لقدام لما اعمل رينيو للدومين للهوستنج وللدومين نيم. كرييت اكونت اند كونتينيو، هحفظ اليوزر نيم والباسورد. لاحظوا انه الفيرست نيم اللاست نيم، بعض الاشياء حيطلبها مني، بعضها ريكويستد وبعضها مش ريكويستد. لو احنا عملنا كونتينيو حيظهر لي ايش الريكويستد بالضبط، وبعبي الريكوايرد وخلصنا. بشوف الخانات الريكوايرد اللي هنا،
طبعا انا ممكن استخدم 7-0 او 7-2 كمقدمة كبوستال كود، استخدم تلفوني. طبعا المقدمة لازم نعدلها، تسعة سبعة صفر خمسة ستة ثمانية، بستخدم أنا أعيده، بدنا نكملها حتى ننشئ الحساب. لاحظوا إنه هنا البيانات الكاملة بيعرض لي إياها إيش أنا اللي حجزته بالضبط. كونتينيو، لاحظوا انه هنا بيعرض لي بياناتي بشكل ملخص، الكونتاكت انفورميشن لمين هذه البيانات، والبدا حي العنوان، فلسطين، رقم الجوال، الايميل. اتاكد انه هذه البيانات كلها تمام ما فيها مشكله. باقي بيانات الكونتاكت نفس المعلومات، اتاكد انها تمام. اوكي، بنحفظ بياناتي ومعلوماتي بنقول له كونتينيو. طبعا احنا معلوماتي انا كلها برضو موجودة. الان عملية الدفع، كيف انا بدي ادفع، كيف انا بدي ادفع. لاحظوا الديتيلز اللي هنا، بدي ادفع مباشرة من خلال بطاقة مثلا. لو نزلت لتحت في باي بال، طبعا هندفع من خلال باي بال، في رصيد كافي في الباي بال يغطي هذا المبلغ، فأوكي مش هدفع من خلال البطاقة، هدفع من خلال الباي بال. أوكي، هاي بياناتك، هاي معلوماتك، تأكد منها مرة تانية. بنحفظ الكونفيجريشنز عنا هان، نقول له كونتينيو. اوكي، هاي الاوردر، هاي اللي انا بدي ادفع مقابله. في عندي دومين ريجستريشن 8.88، وفي عندي رسوم 0.18، في عندنا هنا 18.44، وهي تمثل الهوستنج برايس. إذا الأمور كلها تمام براجع بياناتي الباي بال، وهي بياناتي بتأكد منها إنها كلها صح. إذا الأمور كلها تمام بقول له أوكي، واصل، نروح على الباي بال. طبعا إحنا لازم نحط تشيك على الأجريمنتس، نواصل للباي بال. قال لي أوكي، ما هو حساب الباي بال اللي عندك؟ لازم هاي بيانات حساب الباي بال. ايش البيانات المطلوبة؟ الايميل، الباي بال، التالي. الباسورد. نيكست. بدو يبعث لي الكونفيرميشن الباي بال على رقم الموبايل. قبل هيك احنا ربطنا الباي بال بالموبايل نمبر، فحنقول له اوكي ابعث الكونفيرميشن مسج. حيبعث لي السكيورتي كود الان، تمام، بعث المسج. حكتب السكيورتي كود 8547 إلى آخره. كونتينيو، ايدنتيتي كونفيرمد، تم تأكيد حساب الباي بال. أوكي، تعالوا نشوف الآن الفاتورة اللي بدها تندفع. الباي بال بالانس 25 دولار، ويوجد أيضا 80 شيكل بالبطاقة.
تقريبا راح يصير $50 في البطاقة. اوكي، او في حساب الباي بال تحديدا حدفع لهم 27.50. اوكي كونتينيو. ثانك يو فور يور اوردر. هان زي تقييم للعملية، ممكن نمشي وندي تقييم او اطلع من كل التقييم هذا خالص. الكاستمر عنده بيانات الكاستمر، البيمنت ديتيلز، رقم الاوردر، رقم الترانزاكشن، المبلغ للدفع، ممكن اعمل داونلود طبعا لهذه الريسيبت، اعمل داونلود لهذه الفاتوره. لو لا سمح الله صار اي مشكله ممكن ابعث له هذه الفاتوره وابعث له هذه البيانات. بارشيز لوانيير، المبلغ الاجمالي. تعالوا نرجع للنيم شيب حيث كنا قبل تنزيل الفاتوره. What's next? You will soon receive a welcome email with your cPanel login details. حيبعث لي تفاصيل cPanel على الايميل. If you prefer, you can also log in through your Namecheap account. Here you will learn how to create your website and connect your domain name to your shared hosting plan. In any the meantime, watch our how to videos to learn more. يعني حتى بيعطيني التعليمات مبسطة جدا، ايش الخطوات التالية اللي ممكن احنا نعملها وكيف احنا ممكن نكمل بعد هيك. Thank you for your purchase. تم عملية الشراء. هذا الاوردر نمبر، تاريخ الاوردر والبارشيز سمري. بيقول للدومين ريجستريشن فور 1 يير 8.88 الجلوبال سلاش www.com. خطة الستيلا الهوستنج 18.44 فور 1 يير كمان، المجموع بيطلع 27.50. هن حتى مديني كمان تعليمات next steps set up your DNS activate hostgard، بيعطيني تعليمات حتى الخطوات الجاية كيف اعملها. تعالوا نروح نشوف الايميل. والايميل اللي احنا حطيناه لما عملنا الاكاونت على النيم شيب ايش كان الايميل؟ تعالوا نروح نشوف التفاصيل هناك، اشوف ايش بعتني هناك. لاحظوا هذا الايميل اللي احنا حطيناه، بعت لي هنا مجموعة ايميلات. لو شفنا الايميل الاول، الايميل الاول بيقول اليوزر نيم والباسورد اللي حطيتها. في كمان ايميل بعت لي اياه بيحكي thank you for your choosing your Namecheap. في سمري هنا للاوردر، بيعطيني سمري عن الاوردر بشكل عام، وبيعطيني المدة 1 year domain. وعندي المساحة كمان السبيس اللي احنا حجزناها، بيعطيني تفاصيل اكتر. هاي تفاصيل للأوردر. نشوف الايميل اللي بعده. هذا الايميل اللي بعده، الايميل اللي بعده ايش بيقول؟ تمام، تمت العملية بنجاح. الايميل contains all the information you need to access. هن تفاصيل اليوزر نيم والباسورد والكنترول بانل سي بانل، تفاصيلها كلها. خطة الاستيلاء دومين بيبدا عندي من تاريخ كذا لمدة سنة. هذا الاي بي ادرس الى اخره.
من هل ممكن اعمل لوجن تو ماي اكاونت، معلومات الدي ان اس والاس اس ال. هذه السي بانل، هاي معلومات السي بانل، هذه المعلومات الاساسيه اللي هي بتهمني، لانه من خلالها انا ممكن ادخل على الهوستنج. هذا هو الدومين اللي احنا حجزناه، فيش في اس، فبالتالي حنحجز اس اس ال او نفعل الاس اس ال مع الاوردر. هذا هو موقعنا اللي احنا حجزناه. طبعا انا حدخل على السي بانل من خلال هذا الهابط اللي هو بعت لي اياه. مطلوب اليوزر نيم والباسورد للسي بانل، بعت لي اياهم طبعا هو في هذا الايميل. هاي السي بانل يوزر نيم، والسي بانل باسورد، بعمل لوجين تسجيل دخول، هذه الكنترول بانل لوحة التحكم للموقع للهوستنج اللي احنا حجزناه من شوية. بعت لي كمان معلومات ال FTP، معلومات مهمة. هذا ملخص المعلومات والريجستريشن اجريمنت والدومين نيم الى اخره. وبيكتب حجز الدومين نيم والهوستنج على النيم شيب. تعالوا نشوف الان حساب الباي بال. لاحظوا انه رصيد الباي بال اصبح 23 دولار تقريبا. فانس ان في 25 دولار اجوا من موقع مستقل، فكان واصل 25 دولار على الحساب، وخصم 27.50 مبلغ الفاتورة. قديش ضايف في الحساب؟ ضايف في الحساب 23 دولار، كان قبل موجود 80 شيكل، يعني خصم الدولار الموجود وخصم من الشيكل، فبالتالي الرصيد النهائي هو 23 دولار، وفي عندي هنا 75 شيكل. الآن بعد ما حجزنا هوستنج على النيم شيب وحجزنا دومين نيم تحت اسم global/www.com، تعالوا الآن نحجز كمان بيرسونال دومين نيم، اسم لموقع شخصي أو اسم نطاق لموقع شخصي. الآن هحط اليوزر نيم والباسورد، هنعمل ساين إن. هذا هو الحساب اللي احنا حجزنا قبل هيك عليه، الدومين نيم global/www.com. الان حنحجز على نفس الاستضافة، على نفس الهوستنج، حنحجز دومين اخر باسمي الشخصي. حكينا قبل هيك انه انا ممكن احجز لحد 3 domains، 3 اسماء نطاقات او مواقع انترنت على نفس الاستضافة. حنروح على الدومينز. في الدومينز بدي اشوف مدى الافيلابيليتي للدومين اللي انا بدي احجزه، مدى امكانية وجود وتوفر هذا الدومين، هل اسم الموقع متاح ام لا. هقول له دكتور دوت وائل بدح، هعمل سيرش. طبعا هو كلمة دكتور تعتبر محجوزة بهذا الشكل دكتور دوت، لكن ممكن يعمل لي اوفر. احنا ما بدنا الاوفر، حنغير في الاسم. الاسم هذا متاح، ممكن انا احط سلاش بدل الدوت حتى اشوفه اذا متاح. والله لا،
ايضا هذا الاسم متاح. لاحظوا انه هو متاح تقريبا $8 في السنة، فبالتالي حنروح add to cart. الان في عندي اصبح one item $8. ممكن اعمل view للايتم، هذا هو الايتم وهي تفاصيل هذا الايتم ومبلغه. حروح اعمل تشيك اوت اوكي. الان اذا كان في عندي بومو كود ممكن يخفض من المبلغ، ممكن استخدمه هان. اذا ما في عندي اي بومو كود وقتها بعمل كونفيرم للاوردر او كونفيرم للاوردر من تحت برضو. طبعا هو حيستخدم نفس الاعدادات ولكن بيطلب مني ان اراجع الاعدادات السابقة. بعد ما راجعنا الاعدادات السابقة وجدناها كلها صحيحة، حروح ادفع من خلال الباي بال. حعمل كليك على الباي بال. الان بده حسابي في الباي بال، اليوزر نيم والباسورد، نحط الايميل والباسورد، لوجن. الان تعالوا نشوف التفاصيل. في حسابي الباي بال بالشيكل هذا المبلغ. طبعا بيقول لي الباي بال 1 شيكل يساوي كذا من الدولار، فبالتالي هذا المبلغ بيغطي $8، فبقول له اوكي. ممكن انا انزل تحت هان واعمل داونلود لريسيبت احتياطا، فيها كل المعلومات والبيانات، حتى عند عملية التجديد ايضا للدومين بلاقي كل المعلومات موجودة عندي هان. واحتفظ بهذا الريسيبت واللي هو الايصال. لو احنا شفنا الدومين اللي تم حجزه، هذا اسم الدومين، كنترول انتر. لاحظوا انه قال لي هذا الدومين ريجسترد ات نيم شيب، تم تسجيل الدومين باسم doctor/walbadah.com. طبعا كخطوة اخيرة احنا الان محتاجين نربط الدومين نيم البيرسونال دومين نيم dr/walbadah.com، محتاجين نربطه بالهوستنج. احنا كان عنا الاساسي الدومين البيزك دومين، كان عنا global/www.com، هذا اللي كان البيزك دومين. الان اي دومين اخر بدي اضيفه محتاج ان اربطه بالهوستنج. فكيف بدي اربط انا الدومين الشخصي بالهوستنج؟ طبعا حروح على الكنترول بانل للنيم شيب، حروح على حسابي في النيم شيب. بعد ما اروح على حسابي في النيم شيب بلاقي الدومينز موجودة عندي. هاي الدومين الاخير اللي احنا ضفناه، هذا الدومين الاول البيزك اللي احنا ضفناه. الان حروح اعمل له مانج حتى اقدر ان اعمل ربط ما بينه وما بين مين، ما بين الهوستنج. حنروح على الدومين، حنلاقي النيم سيرفر دي ان اس، اعدادات الدي ان اس. لو فتحنا القائمة حنلاقي البيزك دي ان اس، وفي عنا نيم شيب ويب هوستنج دي ان اس، وفي عنا الكاستم دي ان اس. احنا حنختار نيم شيب ويب هوستنج دي ان اس، نستضيفه على النيم شيب ويب هوستنج. بعد ما اختار طبعا هذا الاوبشن، ممكن يمر 24 ساعة، محتاج يمر على الدي ان اس حتى يتفعل جلوبالي، حتى يتفعل على مستوى العالم. فبدي على الاقل انتظر ممكن لغاية 24 ساعة او ما يزيد بقليل. بعد ما اعمل الخطوة هذه محتاج ان انا اروح على الكنترول بانل نفسه للهوستنج. هروح على الكنترول بانل للهوستنج، بعد ما احط اليوزر نيم والباسورد هنزل على الدومينز. في الدومينز في اد اون دومينز، هعمل اوبن للاد اون دومينز. في الاد اون دومينز محتاج ان اكتب هنا اسم اسم الدومين، واقول له هاي اسم الدومين. طبعا لازم انا اشيل اي اضافات او مسافات او ال HTTP كمان اشيلها، فقط اسم مين، اسم الدومين. وبعدها حضغط في اي مكان فاضي،
حيكون عمل لي فيلينج للسب دومين، هذا السب دومين راح يكون، وهذا الدوكيومنت روت. بعدها حعمل إضافة أقول له إيش أد دومين، وقتها حيضيف عندي الدومين. الآن بننزل شهادة الأس أس أل للموقعين، حنعمل كليك على نيم شيب أس أس أل، حنعمل ريفرش أو ريكونكت، طبعا حنقول له ألاو، حنلاقي في عندي شهادتين، واحدة لجلوبال والتانية للدكتور وائل بدح. هنختار احد الدومينز مثلا جلوبال، ونعمل ريبليس للشهاده الموجوده، ونعمل انستول للسيرتيفيكيت. هتكون ان بروجريس، الحاله بيندينج شويه، هنعملها ريفريش وهتكون نزلت شهاده الاس اس ال اللي عنا. بعد ما يصير الضوء اخضر عنا وتكون نزلت بنجاح. نعمل ريفريش، لغاية ما يتحول الى الضوء الاخضر، اصبحت اون، اصبحت اكتف. وبنعيد الخطوات مرة تانية مع الدومين الثاني، وبهيك بنكون فعلنا الاس اس ال للموقعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.